أي مشكلة في الأرض إلا ونبذل فيها قصارى جهدنا. يعني أقصى ما يمكن أن نبذله في حدود الإمكانيات والقانون واللوائح، يعني علشان يبقى معروف إن في حاجة اسمها الممكن والمتاح. ممكن المشكلة كلها تتحل بنسبة 100% فورا، ممكن تتحل بنسبة 100% بس بعد فترة بسيطة، ممكن تتحل بنسبة 50% فورا بعد فترة بسيطة، أو ممكن تدرس لغاية تلاقي حل. إن في مشاكل بتفتح لنا مشاكل أكتر، يعني في مشكلة بتتهال فمن بتخلينا نشوف حاجة من منظور أهم، ونبقى خلصنا مشاكل مجموعة كبيرة من الناس. لكن اللي لازم تبقوا واصلين فيه كلكم إن أنا وزمايلي في المحافظة وفي المدن وفي كل المرافق بتاعة المحافظة وكل المسؤولين حريصين جدا جدا إن إحنا نحل لكم كل مشاكلكم. يعني إن شاء الله نبتدي كنا الأول بنبتدي بالستات عشان نروحوا بدري عشان كنا بالليل، بس برضه نبتدي بالستات برضه عشان نروح بسرعة يلحقوا الخوف يعني.